نعود إلى ملف القضاء على الإرهاب من خلال الفكر المستنير هذه المرة والتركيز عليه، من انطلاقا من المنتدى الذي عقد اليوم، ملتقى سنوي الرابع لمنتدى تعزيز السلم الذي في المجتمعات المسلمة الذي عقد في أبو ظبي. من أبو ظبي مع دكتور مصطفى شريف الأستاذ الجامعي والمفكر الجزائري، مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. إذا تحدثنا قبل قليل عن أهمية محاربة الفكر المتطرف، الخطاب المعتدل دكتور مصطفى إلى أي درجة يجب أن يكون من أبرز الأولويات اليوم، إن كان خاصة بعد الانتهاء من التطرف يعني بشكل كبير عسكريا، وليس فقط بالصرح الدينية وإنما الخطاب المعتدل يعني بالمراكز الثقافية التعليمية بالبيوت؟ ألو ألو نعم دكتور مصطفى أنا أسمعك. أوكي، هذا المنتدى لتعزيز ثقافة السلم في المجتمعات الإسلامية أهمية القصوى، لأنها فعلا يلزمنا أن نعمل بطريقة موضوعية بعيدا عن العاطفة والذاتية لنصبح أقوياء في هذا العالم. لازم نركز على التربية والإعلام والتكوين في مجتمعاتنا وعلى التطور والنمو لنغير ميزان القوى مع الآخرين في إطار الحسك الحوار والدفاع على حقوقنا الشرعية. لا بديل إلى العلم والمعرفة والخطاب المتفتح. نحن أمة الوسط. طيب دكتور مصطفى، في بهذا المنتدى كان في عدد كبير من العلماء والمفكرين والباحثين ممثلي الأديان من دول عديدة، إلى أي درجة مهم هذا الموضوع، موضوع الاتحاد، وذكر أيضا بتقرير زميل جمال موضوع الاستفادة من تجارب البلدان؟ نعم، القرآن الكريم أمرنا بالحوار وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس بطريقة حسنة فقط ولكن بالسلك الأحسن. خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، التعرف هو شرط التعايش. قضيتنا عادلة، لازم نعرف كيف ندافع عليها بعقلانية وبرزانة وبذكاء. عندنا حق نحن شهداء على الناس ونربي الأجيال الجديدة على اليقظة والتفتح في نفس الوقت، الأصل والتقدم. نحن في فعلا أهل الحضارة الوسطية والحضارة الإنسانية النبيلة العربية الإسلامية. أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي دكتور مصطفى شريف الأستاذ الجامعي المفكر الجزائري، شكرا.